السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيب اليوم ان شاء الله بدنا ناخذ درس جديد من مادة التربية الإسلامية. قبل ما ابلش بالدرس الجديد بدي اسالكم كم من سؤال. ماشي حلوين؟ من خلق المخلوقات؟ من خلق الجبال؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الحيوانات، النباتات؟ نعم احسنتم، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان والحيوان والنبات، صحيح حلوين؟ طيب النبات يا حلوين، احنا اللي الله خلقنا اياه، طبعا احنا نستفيد منه؟ نعم نستفيد منه، زي ما في حيوانات نستفيد منها، برضو ايضا النبات نستفيد منه. كيف نستفيد منه يا مس؟ نستفيد منه انه بيعطينا الغذاء بناكله، صح؟ وبيعطينا ايش؟ غذاء صحي، صح يا حلوين؟ احنا لازم ندير بالنا على شو؟ على النباتات اللي بتعطينا غذاء صحي لجسمنا. طب كيف ندير بالنا عليها؟ طيب قبل ما احكي لكم كيف ندير بالنا على هاي النباتات، انا بدي ابلش بحديث شريف قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال الحديث الشريف؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طب شو بيحكي الحديث يا مس؟ خلينا نقراه مع بعض. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو حي أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني شايفين محل الحديث الشريف؟ خليني أجي أقرأ لكم مرة. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني طلعوا لي الصورة هاي يا حلوين، شايفين؟ في عندي بنت أمورة وولد أمور، حلوين كتير، شو بعملوا؟ طلعوا عليهم بزرعوا شجرة، يعني شايفين كيف مبسوطين؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم شو بحكينا بالحديث؟ ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. طبعا المسلمين منهم هم إحنا اللي بنصوم واللي بنصلي واللي بنعبد الله سبحانه وتعالى. شو بحكي لنا الرسول؟ أي مسلم، أي مسلم زرع شجرة، ماشي حلوين؟ شايفين هذا الولد والبنت كيف؟ هذا الولد بحفر والبنت بتزرع الشجرة. فشو بحكوا؟ أي مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا أي مسلم زرع شجرة، ماشي؟ فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة. شو يعني؟ مثلا إحنا يا حلوين زرعنا شجرة، مثلا خلينا نحكي إنه زرعنا شجرة تين أو شجرة زيتون، شجرة تفاح، شجرة برتقال، أشجار تانية، ماشي؟ زرعناها، كبرت الشجرة بعد ما اهتمينا فيها وزقناها بالمية وحطيناها تحت الشمس، بصير إحنا نزرع شجرة وما نهتم فيها؟ لا، لازم نهتم فيها، لازم نحطها نعطيها ضوء ونعطيها شو كمان؟ هواء وماء، صح؟ لأنه بدون هالأشياء حكينا إنه الشجرة ما بتعيش بتموت. طبعاً بعد ما إحنا زرعنا شجرة واهتمينا فيها يا حلوين وكبرت الشجرة، طلعت مثلاً شجرة، طلعت حبة تفاح، ماشي يا حلوين؟ أو طلعت زيتون، أو طلعت تين، إجا طير مارق أو إنسان أو بهيمة. ما معنى بهيمة يا حلوين؟ يعني حيوان، أي حيوان، ماشي؟ كانوا ماشيين وأكلوا من هاي الشجرة، يا سلام، أكلوا منها، الله شو بيعطينا؟ بيعطينا أجر وثواب كبير كبير كبير، لأنه شو بيحكي لنا؟ إلا كان له به صدقة. شو يعني صدقة؟ إنه الله بيعطينا أجر وثواب كبير كبير، لأنه إحنا طعمنا الطير الجوعان أو الإنسان أو الحيوان. شايفين كيف فوائد الشجرة اللي إحنا بنزرعها؟ هاي الشجرة إحنا منها نهنيين لله سبحانه وتعالى. زرعناها واهتمينا فيها وكبرت ورحنا ومشينا تركناها، ماشي يا حلوين؟ حتى انا مثلا زرعت شجره وكبرت وصار ياكلوا منها الانسان والحيوان والنبات، انا باخذ اجر ثواب حتى لو متت، ماشي؟ حتى لو متنا برضه وضل الانسان او حيوان او طير باكلوا يا حلوين من هاي الشجره، برضه وصلنا اجر ثواب عند رب العالمين حتى لو احنا متنا. شايفين يا سلام ما احلى زرع الشجر؟ شايفين انه يعتبر صدقه، يعتبر صدقه. احنا ممكن طعمنا انسان جائع من وراء الشجره، او طعمنا يا حلوين طير جائع او حيوان جائع. شايفين ما احلى الحديث؟ هذا الحديث من قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما
ماشي برجع بعيده. ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا، يعني اي مسلم بس مسلم يكون فقط يزرع شجره ماشي حنين واكل منها الانسان او الطير او الحيوان الا اخذ اجر وثواب. هاي معنى حديثنا، الا اخذ اجر وثواب من رب العالمين. شايفين احنا الحديث الشريف، معناته في احنا لازم، بس اللي عنده حديقه مثلا بالبيت او مثلا في حديقه برا بالشارع، ازرعوا شجر. قبل ما تزرعوا شجر يا حيوانين، الله بيعطينا اجر وثواب، لانه في كثير انسان او حيوان او طير رح يستفيد منها، صح؟ خاصه اذا زرعنا شجره مفيده، صح؟ ماشي يا حلوين. اذا درسنا اليوم هو كان عن الحديث الشريف الذي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طيرا او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه، يعني الا اخذ اجر وثواب. اذا هذا درسنا اليوم يا حلوين، اللي كان عن ايش؟ عن الحديث الشريف عن زراعه شو؟ الشجر. إن شاء الله تكونوا فهمتوا مستفيدين.